إلغاء كافة الإجراءات القديمة المنظمة لعملية استيراد قطع وأجزاء السيكاد والأسكاد للتجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة، والإجراء الجديد الذي أقرته وزارة المالية لإنقاذ هذه المصانع المحلية من شبح الإفلاس. هي حاجة مليحة لأن المنافسة حاجة مليحة، ولكن نقدر نقول باللي في القانون لدعم المؤسسات في الميادين هذوما الإلكتروني والميكانيكي وبصفة عامة فيما يخص المادات الأولية اللي تدخل في تصنيع، وخاصة فيما يخص المناولة، لأنه هذو الشركات الكبرى أي في أي ميدان يسحق المناولين، والهدف هو تطوير المناولة، والمناولة هي الصناعة والإنتاج الوطني. العودة إلى الدفع نقدا بدل الدفع المؤجل للواردات، وإلغاء شرط الدفع والتسليم على ظهر السفينة التابعة للأسطول الجزائري أهم التعديلات الجديدة التي راسلت جمعية البنوك منخرطيها لتنفيذها بعد إلغاء التعليمة القديمة المعمول بها منذ 29 سبتمبر 2019. فهل هذا كاف؟ انتهى هذه المواد، هذو قالت تجيب قرض تاع 9 شهور، واش معناتها؟ معناتها الناس اللي راحت لهذا الباب استفادوا بهم البنوك الاخرين، لان هذاك ما يعطيكش باطل، كان يبيع لك بشهر شهرين ثلاث شهور مجانا، كي تقولوا 9 شهور هو يروح البنك ياخذ لانتيري وانت تخلصوا. بالاستيراد تاع المواد والتصدير تكون قيمه مضافه، جاب الات دار المونتاج تاعهم، الدوله اعطت له مليون دولار لازم يجيب لها مليون و200 الف دولار، 200 الف دولار تروح للخزينه الجزائريه، راه الناس استثمرت قيمة مضافة ما كاش بزاف، يعني الانتيغراسيون اسكادي سيكادي الما قال كثير ما تخش فيه. انا حاجة هاد الالات هادو اللي زيكيب مونستالي قادرين يجيبوا العملة صعبة. خطوة الحكومة هذه تحمل مؤشرات إيجابية لأصحاب مصانع التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف بعد أن عرفوا تضييقا على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، ما يبشر بتعافي الأسعار مستقبلا لهذه الأجهزة الإلكترونية التي فاقت أسعارها كل الحدود.